عارف الانسان اللي بيصلي لما يجي المفروض لما يجي يسجد بركبه. نعم. ما تسجدش كده. ايوه. لازم تسجد بركبك. نعم. وانت راكع المفروض ظهرك يبقى مستقيم. لو حطيت ميزان ميه يبقى مستقيم. وانت بتبص تحت في الارض ما بتبصش كده. واخد بالك؟ الكلام ده هنا معناه انك انت في الركوع بتخلي خلوص الظهر كويس جدا جدا، فما يجيلكش لا عجزيه ولا خطنيه. لما تيجي انت في الركوع، بالركوع بتركع برجليك وبتقوم برجليك، فانت بتقوي الركب والغضروف اللي بتاع موجود الركب بتحافظ عليه. أيوة. فبالتالي ما يحصلش خشونه.